نشوف التقرير ونرجع نبدأ حلقتنا. منتخب مصر هو صاحب اليد العليا في إفريقيا. الفراعنة باختصار هم أسياد القارة. إذا قررت البحث في لغة الأرقام ستجد أن المنتخب المصري يملك كل الأرقام. هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات المشاركة في البطولة برصيد 24 مشاركة قبل النسخة المقبلة. خاض منتخبنا 100 مباراة في كأس الأمم، أرقام تطاردها كل منتخبات القارة. على مستوى الألقاب فإن الفراعنة يحملون الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالكأس الإفريقية بطولة 7 مرات، في عدد مرات الفوز بالكأس الإفريقية 7 بطولات. ولأن الشيء بالشيء يذكر، ارتبطت بطولات الفراعنة بمجموعة من الأساطير. أسطورة اليوم هو المعلم حسن شحاتة. إذا سألت أي شخص عن صاحب الفضل في البطولات الثلاث الأخيرة التي حققها الفراعنة ستكون الإجابة واحدة: حسن شحاتة. في بطولة 2006 التي أقيمت في مصر كانت انطلاقة الفراعنة نحو المجد بقيادة المعلم. وقتها حقق شحاتة لقبه الأول وكان الجمهور شاهداً على العظمة وتوالت النجاحات. في البطولة التالية غانا 2008 كان الفراعنة في القمة، رفضوا التنازل عن اللقب وحصدوا الكأس. ولأنه المعلم كان النجاح هو عنوان المشوار. في بطولة 2010 بأنغولا حضر الفراعنة فحضرت المتعة. أداء مثالي ولقب غالي حققه المنتخب ليحصد اللقب الثالث على التوالي والسابع في تاريخ مصر، ونحن في انتظار لقب جديد.